بلادنا بحبه يبوح. بس خلونا نسوي بوز التعليقات لليوم، وأصحاب التعليقات المميزة هم خولة تمليلت، ندى سعيد أوفيشيل، وكمان فريز ملوكة. شكرا لكم كتير. إذا كنتوا أنتوا حابين تظهروا في بوز التعليقات، اتركوا لي تعليق الآن واضغطوا أكبر لايك لهذا الفيديو. وكمان إذا كنتوا جداد اضغطوا على زر السبسكرايب الأحمر لتشتركوا في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل فيديوهاتي وكل جديدي. يلا للفيديو. سلام كديرة، عفاك أخت، بغيتك تعمليني في واحد الحاجة. شكلتي حبيبتي؟ ما فهمت. قلت لك بغيتك تعمليني في واحد الحاجه على حساب حبيبتي. تكلمين لهجه مفهومه لاني ما فاهمه ولا شيء. اتكلمت بالمغربيه. اي بعرف، هذه واضحه لهجه مغربيه، بس انا ما بفهمها، انا سعوديه. علاش ما كتفهموناش؟ حاولي تفهميني، راه كنهضرنا بلهجه مغربيه. انا ما عرفتش السعوديه، كيفاش غادي نهضر معاك؟ نحنا ما بنفهم، ما بنفهم يا اخوان، لهجتكم صعبه. إذا ما حكيت شي لهجة من اللهجات العربية، أتمنى إنكم تكتبوها لي بالتعليق. نحن كلنا عرب وتوحدنا اللغة العربية، صحيح إنه لهجاتنا مختلفة بس بنحمل دم العروبة. باختصار أنا عربية، بقدر أتكلم سعودي وبقول على كل الهرجة، ونهضر على الثقافة المغربية، ونوريكم كل شي على بلادي. واني الفيلم في هذا الفيديو كي بزاف دعفايس تدور لي في راسي. ملو كان تعرفوا قداش نبغيكم يا اهل الجزائر. والمنام عاصمة البحرين الحبيبة، مدينة وايد تينني، ونسمات الكويت الحبيبة، حبكم على راسي يا حبايب القلب. كل ما بسير لدبي مول احس بيوع وايد. اهلين، حلة من الحلة دي، احبك شديد يا اهل السودان. احبش يا اليمن السعيد، كيفشو مهضومين يا حبايبي بلبنان، احبكم كثير كثير كثير. بس انتو ما بتعرفوا قديش انا بحبكم كثير. سوريا يا حلب يا دمشق الحبيبه، كل يوم وحتى هسه اني احب احكي عراقي، واني اريد ازور العراق وتشوف حبايبي بالعراق. احبكم كلتش هوايه. مساء الخير عليكم يا حبايب ارض الزيتون، وهلا بالفلسطين، وهلا بكل من جانب اهل فلسطين. نحبكم برشا يا اهل تونس الخضراء. ازيكم يا جماعه، يا ام الدنيا، يا حبيبتي، يا مصر، انا بحبكم قوي قوي قوي. باختصار انا عربيه.